مرتبتكم بكل خير مشاهدينا متابعينا مستمعينا عشاق دوري روشن السعودي هنا حصريا على SSC واللقاء المنتظر ما بين نادي النصر ونادي أبها الله الزوري وسط الملعب فيليب كايسيدو سعد سلولي زكريا سامي وسعد بقير وادر الصديقي ومر نادي النصر التيشيرت الاصفر والشورت الازرق وعلى اليمين بالاحمر الكامل هو الضيف في مباراه اليوم نادي ابها. قبل ايام قليله التقوا في دور الثمانيه من مسابقه كاس سيدي خادم الحرمين الشريفين وفاز النصر بنتيجه 3-1. اليوم هي المواجهة التي تحمل رقم 10 في تاريخ المواجهات المباشرة في دوري المحترفين. هنا أجواء خيالية في أرضية استاد مرسول بارك، هذا الملعب الذي افتتح في علن بالآخر السيد رويال كومنز. هنستعد من أجل أحداث البداية وصافرة البداية. تحياتي بلال أحمد علام معلقا وواصف خيبري. نقل واحدة في اليمين عند سلطان الغنام إلى كرة طويلة أمامية محاولة عند البرازيلي أندرسون تاليشكا مع الكرة تاليشكا يعدل على يساره أندرسون يعلي واحدة عالية في الجانب الآخر عند رونالدو اللي يلعبها براسه كانت صعبة عليه حاول معاها والكرة إلى كدكشيش مشاريبوف وعلي لجامي وضربة حرة عند سعد بقير فيها خطورة الأبهى وهنا سعد بقير ونواف العقيدي رجعت على طول عند أمين عطوشي يقدم ثلاث مباريات في مونديال كأس العالم بيقول إيه رباليني بعد العودة للفار رباليني بيقول الكورة تسلم رايحة مرفوعة وتسلم بيقول إيه بقى السيد رباليني شوفنا اللقطة بيقول إن فيها تسلل على أمين دفاع من جانب نادي النصر 11 دقيقة عزيزي المشاهد عزيزي المستمع ولا يزال التعادل السلبي قائم سلطان الغنام لكن قطع منه سعد السلولي عبد الله الزوري يمرر الكرة عند فيليب كايسيدو إلى سعد السلولي ولكن عبد الإله العمري هو اللي يعمل التاكلينج ويطلعها لخارج الملعب وإلى تمس شفنا عبد الإله العمري اللي كان تألق مع الأخضر في مونديال قطر 2022 والكرة اللي ضغط عليه فيها في اللقطة الماضية سلطان الغنام وطلعت الكرة إلى رمية تماس مع الكرة فيليب كايسيدو لعيب كويس أوي فيليب كايسيدو يمرر الكرة ولكن ألفارو جونزاليز يعمل رمية التماس في وسط الملعب عند عبد الله الخيبري على الأرض إلى أندرسون تاليشكا إلى كرة أمامية محاولة عند جوستافو ولكن المرة دي بقى التغطية حاضرة من سعد ناطق فيصلي مفتقدين وشوف بقى منظر الجمهور اللي حاضر هنا في أرضية استاد مرسول بارك يمرر عند غريب مع الكرة لتمريرة أمامية وهنا المحاولة رونالدو ولكن من أمامه سعد ناطق وحكم المباراة بيقول العب فرصة بتضيع على النصر هنا الدون هنا رونالدو وهنا سعد ناطق في التوقيت يعني الإيه التوقيت الصح التوقيت المثالي يحط قدمه ويطلع الكرة إلى نزلت عند الصليهم اللي يرجع عند عبد الله الخيبري في مكان صعب لكن هي تقطع وردت مرة تانية محاولة من اليمين عبد الفتاح آدم ولكن التسديدة بين أحضان نواف العقيدة كايسيدو بدأ ينزل يستلم من وسط الملعب وبيتحرك قوة بدنية هائلة لسعد السلولي البينية حلوة لآدم اللي يسدد ضغط على فارو جونزاليز بيحاول ان هو يظهر له عبد الفتاح ادم سعيد يلعب العرضيه العاليه ولكن الفارو جونزاليز نزلت عند سعد بقير هنا الخطوره عبد الفتاح ادم اللي بيسجل وبيرفض انه يحتفل دفاع عند امين عطوشي بتمريره اماميه طويله وهنا المحاوله والضغط من عبد الفتاح ادم لكن نواف العقيدي يعلي الكوره لويس جوستافو من الجانب الايمن سلطان الغنام يلف الركنيه العاليه والراسيه لسه محاوله عند عبد الاله العمري هنا السقوط حكم هنا محاوله المرتده السريعه ادم سريع في المساحات عبد الفتاح سريع في المساحات مر كويس من عبد الاله العمري ولعب البينيه الحلوه لسعد السلولي سعد السلولي يلعب بينيه يا راجل
بحث عن تمريرة لعبد الرحمن غريب أو تاليسكا. أصليهم لعب الكرة إلى غريب، غريب من الجانب الأيسر جوه منطقة الجزاء، تاليسكا ورونالدو، غريب غريب لعرضية عالية من غريب، ولكن الزوري يطلعها تنزل عند زكريا سامي، لعب الكرة عند كايسيدو، كايسيدو كايسيدو، خطيرة خطيرة خطيرة، وهنا التدخل والإنذار على عبد الله الخيبري. مال بيتكلم وسعد بجير من مسافة 32 متر تقريبا، وسعد بجير، سعد بجير خبطت في الحيطة، ولكن نواف العديدي يطلع يتألق ويمسك في وسط ملعب أبها، تحصل على خطأ على اللي أمامنا على إدريس صديقي. اتلعبت سريع عند عبد الرحمن غريب، يا لعيب يا لعيب يا عبد الرحمن يا غريب، لكنها خبطت في المدافع وغيرت اتجاهها، وإلى ضربة ركنية من نصيب نادي النصر. شوف الكرة، شوف غريب، لولا ان هي لمست قدم سعد ناطق كم اتلعبت، نزلت في وسط الملعب عند سعد بجير، سعد بجير يمرر، هنا التدخل من اصليهم وخطأ ضربة حرة من نصيب سعد اسلولي، وانذار لمس على الارض، فيها تمريرة من جوستافو في اليمين عند سلطان الغنام، الغنام يلف عرضية عالية، ولكن أمين عطوشي يحط راسه ويطلع الوحدة في الجانب الأيسر لغسلان كونا، العرضية عالية على القائم الثاني، وصلت عند سلطان الغنام، فيها خطورة فيها خطورة فيها خطورة، العرضية فيها خطورة، والتسديدة من غريب لكنها عليت عن العرضة، وكرة إلى صليهم عبد المجيد، مع الكرة عبد المجيد عايز يعدي، مرارة حلوة عند رونالدو، هرب رونالدو، عرضية من رونالدو ومحاولة، لكن أمين عطوشي هو اللي يحط قدم جحا. تمرير على الأرض عند عبد الله الخيبري، لعب الكرة عند غسلان كونان، كونان يلف العرضية جوه المنطقة، رونالدو استلم هيئة للصليهم، ولكن زكريا سامي يضغط ويخبط الكرة. 47 دقيقة تغيير لعب في الجانب الأيسر عند صليهم، استلم حكم المباراة بيقول ما فيش أي حاجة لصليهم، لعب الكرة إلى كونان، عرضية حلوة حلوة، محاولة عند تاليسكا لكن اصطدم بالزوري، عند ألفارو جونزاليس اللي بيهيئها إلى لويس جوستافو، جوستافو يلعب كرة عالية حلوة وصلت عند غريب، ولكن من غير تركيز تتقطع، سعد لكونان، هيرجع لجوستافو، رجع عند لويس جوستافو، عرضية رونالدو براسه، ولكن في النهاية سهلة سيطر عليها ومعها صافرة أحداث شوط اللقاء الأول ينتهي. مرام بالفعل نزل مكان عبد المجيد أصليهم، هيبقى نادي النصر مع بداية حكم الساحة صاحب ال 44 سنة، نادي أبها اللي هيبقى على يسار الشاشة بيلعب بحارس المرمى ديفيز إباسي، على يمينه سعيد اليامي، على يساره عبد الله الزوري، قلبي دفاع أمين عطوشي وبيجواره، لكن بص الكورة جوه المنطقة، غريب غريب لعرضية من غريب لتاليسكا، يا لعيب يا لعيب، لكنها بمحاباة القائم الأيمن، أول كرة خطيرة بعد 15 ثانية، عرضية روعة من غريب، قابل معاها باكورد أندرسون تاليسكا، لكنها على يمين غريب، يمرر الكرة غريب، لكن خبطت في سعد بجير، خدها غريب، وهنا بقى الدفعة، ومرة ثانية فرناندو رابايني يحتسب خطأ لمصر. لمسة في وسط ملعب نادي أبها بأقدام لاعب النصر إلى جوستافو اللي يلعب الكرة إلى غسلان كونان، كونان من الجانب الأيسر يمر، يا لعيب يا لعيب يا لعيب، ولكن المرة دي بقى التاكلينج من سعد ناطق إلى غسلان كونان، حافظ عليها إلى جوستافو، جوستافو من الجانب الأيسر، العرضية عالية عالية، الباس طلع نزلت لتاليسكا، ولكن ما سيطرش عليها، وسلامات لمحمد مران. ان شاء الله بسيطة، شوف هنا إباسي، وشوف هنا التدخل ما بينه وما بين سعد ناطق وعبد الإله العمري، ألف سلامة عليك يا عبد الإله، أنت وسعد ناطق، ولعب إلى غسلان كونان، كونان يلعب عرضية حلوة، مران استلم على صدره، مران بيحاول، ولكن هنا الكرة بتتقطع، يضغط الخيبري إلى مران، مران بينية حلوة لغريب، غريب يا راجل يا راجل، عندك زاويتين يا راجل، لكن يسدد وديفيز إباسي هو اللي يتصدلها ويمنع هدف محقق، يا ولد يا خيبري ويا لعيب يا مران، حلوة من غريب، ولكن وحش ديفيز إباسي، وحش ديفيز إباسي إلى ركنيها يا راجل، فرص ضائعة من النصر. بجير طلع له على اليسار عبد الله الزوري، الزوري لف عرضية حلوة 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 حلوة، لكن يطلع العمري، ترجع إلى زكريا سامي، بينية حلوة يا لعيب، ولكن نواف العقيدي، والمرة دي غسلان كونان لسه الخطورة، ويدفع يمسكها نواف العقيدي، ومطالبة بركز عليها على يمينه سلطان الغنام، لعب الكورة إلى سلطان اللي أرسل عرضية عالية حلوة، رونالدو براسه
لكن المرة دي يضغط دفاع أبها كويس. أرضية مرقصة كرة لغريب، غريب جوه المنطقة هايل في التغطية سعيد اليامي. ألفارو جونزاليس، ألفارو ينقل الكرة لكن تتقطع، دي خطيرة لأبها، دي خطيرة لأبها. وهنا عبد الإله العمري هو اللي يلحق قبل رونالدو، ولكن سعيد اليامي يقطع لسعد بجير بتمريرة أمامية. هنا الانطلاقة من عبد الفتاح آدم، ولكن ألفارو جونزاليس في التوقيس. كرة عند عبد الله الخيبري إلى عبد الرحمن غريب، غريب يلعب كرة طويلة عالية، تاليسكا استلم، تاليسكا، تاليسكا مرّب عرضية لكن أفليه للمرمى لعيبة أب، لكن هم مصممين على النقلات الكثيرة في وسط الملعب. إلى بينية حلوة، حلوة لسلطان الغنام، حلوة لسلطان الغنام، استلم الغنام عرضية عالية القائم الثاني، ولكن دفاع أماكن حتى اللحظة يعانده دفاع أبها. على الأرض من عبد الإله العمري إلى جوستافو، جوستافو لعب واحدة حلوة في الجانب الأيسر إلى غسلان، عرضية من غسلان لكن عطوش يطلع، نزل لجوستافو ياخدها على الطاير، لكن للعب إلى مرتدة سريعة سعد بجير، لباص سريع لعبد الفتاح آدم، لو عدى لو عدى لو عدى لو عدى لو عدى، لعب بينية حلوة لسعد بجير، ولكن غسلان كونان والكرة. علي الحسن لمس الكرة عند مران، مران يا ولد الى الحسن مره ثانيه من جديد، علي الحسن هرب هرب هرب، علي صادق الحسن لعب على الارض الى مران. شوف هنا التدخل لكره من جوستافو الى تاليسكا، تاليسكا لعب الكره لرونالدو، رونالدو وسع، رونالدو رجعت لتاليسكا. يا راجل يا راجل، واعتقد ان اثاره المباراه بدات في اكشن جاي في الماتش، ورونالدو بيقول لهم يلا يا اخي. رونالدو ده بسم الله ما شاء الله عليه في وسط الملعب، تاليسكا ما تلاقيش اي حد الا امين عطوشي، سعد بجير في تغييرين قادمين، وبينية حلوه لعبد الفتاح ادم، ادم والعقيدي نواف العقيدي يتأرحك. ربايني بدا دلوقتي بيحاول نادي ابها انه يضيق الخناق، بل يصل لهدف ثاني، يصل لهدف ثاني. يا راجل يا راجل يا راجل يا عبد الفتاح يا ادم، اتلعبت له حلوه من سعد بجير، لاعب كبير قوي سعد بجير، لعب بينيه حلوه عدى عبد الفتاح ادم اللي راح انفراد. يا ولد يا سعد يا بجير، وشوف هنا المره دي عبد الفتاح ادم حط سلطان الغنم في ظهره، لكن التسديده مرت لخارج الملعب. مران يلعب عرضيه عاليه، مران من قدام رونالدو والى ضربه مرمى، يلعب ضربه المرمى العاليه تنزل في وسط الملعب، المره دي عند غريب استلم، قدامه مساحه، قدامه مساحه، غريب وسع، غريب وسع، غريب وسع، لعب الكوره عايز يمرر عند تاليسكا لكن تتقطع الى مرتده، ولكن يصفر بقى حكم المباراه. حائط الصد بتاعه في ارضيه الملعب، رونالدو من مسافة بعيدة، رونالدو يسدد، رونالدو صاروخ ماديرا يسجل، رونالدو يسجل بضربة حرة مباشرة، والله زمان يا رونالدو، والله زمان يا رونالدو، صاروخ ماديرا يعيد النصر من جديد إلى الملعب، رونالدو 1-1 1-1 قاعد يحاول في كاس العالم انه يجيب من فاول ما تظبطش، من فين ما تظبطش، لكن رونالدو على يمين، على يمين إيماسي، رونالدو يعيد النصر الى المباراه من جديد 1-1. كريستيانو يسجل تاسع اهدافه وهدف من ضربه حره مباشره ماركت CR7. اسمع يغير اللعبه الى ماتيتش، ماتيتش لكن هنا التدخل، استخلاص الكوره من عبد الاله العمري، عبد الاله مع الكوره، عبد الاله عبد الاله عبد الاله عبد الاله، سقط عبد الاله، وزكريا سامي بالانذار الثاني طرد حره لمصلحه النصر. عبد الرحمن غريب يلعبها قصيره لسلطان الغنام، الغنام عرضيه لسه الكوره جوه المنطقه، مران نزلت محاوله لسه الخطوره، كوره عاليه ساري عمرو والضغط عليه من رونالدو، وصل للمرمى وكان فيه هدوء، وهنا في الفار، في الفار ايه رابايني، رابايني بعد ان شاهد الفار بيقول ركله جزاء للنصر، بيقول ركله جزاء للنصر، بيحتسب ركعتها اثاره راح لها كده السيد فرناندو، اللي شارك بدلا من سعد السلولي وعبد الفتاح ادم صاحب الهدف
هو اللي بينال الانذار. بص رونالدو بقى ساب الكرة الى تاليسكا. تاليسكا وإيباسي. تاليسكا وإيباسي. إيباسي وتاليسكا وإيباسي. تاليسكا روح النصر، روح النصر، روح النصر تعيد النصر الى المباراة بالهدف الثاني ليتقدم العالمي، ليتقدم العالمي. رونالدو وتاليسكا اثنين النصر واحد ابها، وهدف ثاني عن طريق تاليسكا. اسمع احتفال حفلة مرسول بارك برعاية تاليسكا بالهدف الثاني في الدقيقة 86. تاليسكا يسجل الثاني في الدقيقة 86 من علامة الجزاء ليتقدم النصر 2-1 ليقلب المباراة. اللقطة الماضية الفارو مع عبد الفتاح ادم ولمسة اليد اللي لقطها الفار، وهنا تاليسكا راح لها إيباسي ولكنها كانت قوية من تاليسكا. لكن حدثني عن الإثارة، أقول لك رونالدو سابها لتاليسكا حتى يستعيد النصر بريقه. تعاون ما بين تاليسكا ورونالدو والاحتفال. لقطة بالتأكيد تحسب لرونالدو، خد الكرة وقال لتاليسكا تفضل انت روح. البكاء والفرحة والدموع وسر من أسرار الانتصارات دائما وأبدا في النصر هي روح النصر. وهذه اللقطة لا تسأل في النصر كم حققت من بطولة، ولكن اسألهم لماذا عشقتم النصر من الطفولة، هي روح النصر. ايه ده، هو كل ده التغييرات ما اتعملتش غير اللعيبة خرجت ودخلت لسه سلطان الغنام كل بجير يلعب الكرة. سعد بجير عالية، ولكن هنا عالية من رونالدو براسه يطلع العجيدي. لسه الكرة جوه الملعب. الزوري، الزوري بيحاول الآن طبعا مش هيستريح إلا لو النصر وسع الفارق أو الحكم أطلق صافرة النهاية. وسعد بجير بياخد انذار دلوقتي. شاريبوف، جلال الدين شاريبوف، يا ولد يا ولد، على المراوغة لعرضية عالية جوه المنطقة. كريستيانو بيحاول يستلم وياخدها على صدره لكونان يلعب العرضية، مرت الكورة. لسه الخطورة قائمة. ثلاث يا مرام ما شاء الله عليه، لكن خسرها لمصلحة عطوشي. نزلت الكورة شاريبوف يقطع ولكن يصفر وانذار على غيسلان كون. سعد بجير واقف على التنفيذ. سعد بجير، سعد بجير يا ولد يا سعد، ولكن نواف العجيدي حلوة من سعد بجير. ولكن ما شاء الله كرة القدم السعودية تكسب حارس مرمى موهوب اسمه نواف العجيدي. يا ولد مران، محمد مران نزل سحب الفريق معاه كويس في وسط ملعب أبها، قدم مباراة ممتازة. محمد مران اللي خارج اهو بيبتسم وبيغادر يغير اللعبة في الجانب الأيمن إلى نواف بوشل. نواف، نواف، نواف بوشل عد 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 نواف دخل جوه المنطقة. نواف سقوط وحكم المباراة بيقول له أمة طويلة ومحاولة ومعها صافرة النهاية. النصر يحول تأخره إلى انتصار وإلى منافسة على الصدارة. اثنين النصر واحد أبها. عبد الفتاح